سجلت مملكة البحرين مركزا عالميا متقدما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يعكس فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال، ويأتي متزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق 30 من يوليو من كل عام. تأكيدا لريادتها على الساحة الدولية في أكثر من مجال، حققت مملكة البحرين خلال عامين على التوالي إنجازا دوليا غير مسبوق عبر تبوئها مركزا متقدما في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بجهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، إذ حصلت على الفئة الأولى في تصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال عامين متتاليين 2018 و2019 دولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبوأ هذه المرتبة لمرتين على التوالي. مهام شعبة مكافحة الاتجار بالبشر تتلخص في القرار الوزاري لسيدي معالي وزير الداخلية لسنة 2007، والذي نص القرار على مهام هذه الشعبة، وتتلخص في تلقي جميع البلاغات ذات الصلة بهذه الجريمة والعمليات التحريات والجمع الاستدلالات والقبض على المتهمين وتحويلهم جميعا إلى النيابة العامة، تنفيذ جميع القرارات الصادرة سواء من النيابة العامة أو المحاكم المختصة بهذا الشأن، تنسيق مع الجهات الرسمية والمختصة والتي تم ذكرها في القانون مكافحة التجار بالأشخاص في عملية تلقي البلاغات وتبادل المعلومات في هذا الشأن، العمل على الحملات الإعلامية وتوعية الجمهور بهذه الجريمة، كذلك إنشاء نظام إلكتروني لجمع جميع البيانات والمعلومات عن الضحايا. تتلقى الإدارة العامة المباحث والأدلة الجنائية بلاغات الشكاوي الخاصة بالاتجار بالبشر على هاتف رقم 1771888. طبعا البلاغات ترد لنا من كافة الجهات، قد تكون سفارات أجنبية، وأول ما تتلقون البلاغ هناك أشخاص مدربين ومؤهلين على اللي هو متابعة قضايا الاتجار بالبشر، وفي حال جاءت الضحية الإدارة لتقديم البلاغ بنفسها، الأشخاص اللي تعاملون معها يكونون مؤهلين لمعرفة الضحايا بصورة استباقية، معرفتها من ناحية شكلها الخارجي، يكون فيها أثار ضرب أو آثار نفسية مثل الخوف والاكتئاب، ومن بعدها الجهود تقوم إدارة الاتجار بالبشر في متابعة الأماكن المشبوهة اللي تكثر فيها القضايا الاتجار بالبشر. ولم يأتي هذا الإنجاز من فراغ، وإنما محصلة لجهود وطنية دؤوبة شاركت فيها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، والتي تقوم بجانب دورها الرئيسي في إنفاذ القانون بالعمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين على طرق الكشف وبصورة استباقية عن ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن توعية المجتمع بأخطار هذه الجريمة. الدور التوعوي الذي تقوم فيه الإدارة، تقوم الإدارة بإلقاء محاضرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالأكاديمية الملكية للشرطة، وكذلك تقام المحاضرات في الإدارة لمنتسبي وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استقبال وفود من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وبعض الجهات الأخرى. يتم تأهيل مدربين وفق معايير الأمم المتحدة من خلال المشاركات الدورية في ورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، والتي تقام من قبل اللجان التابعة للأمم المتحدة. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يصبح واجبا إبراز الإنجازات والأداء الوطني المتميز في هذا المجال في إطار جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن وحماية النظام العام.